أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجددا. في اللقاء الماضي أخذنا كيف عملية إنشاء القوائم، لكن في هذا اللقاء هنتعامل كيفية التحكم في عناصر القوائم وأنواعها. هل تفتح على صفحة واحدة، تفتح على صفحة فيها موقع جديد، أو هل فيها لائحة قائمة من المقالات أو ما شابه. هناخد كمان كيف ممكن أنا مكان هذه القائمة أضع قائمة أخرى. أنا في عندي القائمة هذه على سبيل المثال، عايز أضعها هنا، كيف؟ هناخد هذا في اللقاء الحالي إن شاء الله. الآن دعونا نعود إلى صفحة التحكم، لوحة التحكم للموقع بكل تأكيد. عندنا الآن صفحة التحكم، القوائم، أي قائمة عندي زي ما تشوفهم، هاي القوائم هذه كلها عندي. لو عايز اتحكم في اماكنهم واغير اماكنهم، اي قائمة تعتبر اضافة جديدة، وبالتالي انا بتحكم فيهم من خلال مدير المديرات. لو عايز اغير اماكنهم، فعلى سبيل المثال انا باجي هذه القائمة اللي موجودة عندي في المنطقة اللي فوق هذه، تمام، من خلال قائمة القوائم بقدر اعرف هي وين موجودة. يعني ندوس على مدير القوائم، تعالوا نشوف ايش في عندي. في عندي التوب منيو، في عندي اليوزر منيو، عندي المين منيو والريسورسز. هاي القوائم هي موجودة عندك، هنا المين منيو هايها، والريسورسز هاي، والكي كونسبتس هاي. يبقى عندك 3 قوائم أخرى، تمام، أو 4 قوائم أخرى. عندك قائمة المحاضرات المصورة، وعندك هذه القائمة بدي أعرف اسمها، وهذه القائمة بدي أعرف اسمها. عندك التوب، تمام. طيب بروح الآن لمدير المديرات، واضح، ببدأ أبحث عن القائمة. هذه المين منيو وين مكانها؟ ليفت. قائمة المحاضرات وين مكانها؟ ليفت. طيب شوف عندك الريسورسز وين؟ ليفت. الكي كونسبتس وين موجود؟ ليفت. اليوزر برضو ليفت، لكن في عندي الاكزامبل بيجز برضو ليفت. طيب وين القائمة اللي موجودة تبعتنا اللي احنا عايزين نحط مكانها؟ هي التوب منيو. وين مكانها؟ يوزر 3. بأجي لهذه القائمة وبعمل لها ديس اكتف او تعطيل. في هذه الحاله بروح للقائمه تبعتي، لقائمه المحاضرات المصوره، تمام، وبغير مكانها، بدوس عليها بهذه الطريقه وبقول له المكان حط لي اياها وين. توب. توب ولا يوزر؟ يوزر. شوف انت معايا هنا، دوس معايا على هذا المكان وركز. هذه المنطقه ايش اسمها؟ اسمها يوزر 3، اسمها يوزر 3. اذا بقول له روح لي على يوزر 3، بختارها، بقول له على يوزر 3، بقول له تطبيق، بعملش حفظ عشان اشوف هل النمط مناسب ولا مش مناسب، بعمل تطبيق، وبعد كده بروح هنا بعمل ريفريش. هتظهر بهالطريقة، هي ما نحن حتتكرر الصفحات الواحدة تلو الأخرى. إذا المنظر بيعجبني خلاص أوكي، بيعجبنيش ببدأ أغير في الأماكن اللي موجودة. هذا بالنسبة لتغيير قائمة مكان قائم. الآن نخرج من هنا، بنعمل حفظ وبنخرج عشان نشوف كيف انا بدي ازود عناصر. انا هنا عايز اغير عنصر منح وبضيف كمان عناصر اخرى له، واروح مباشرة على القوائم، مدير القوائم، وبفوت داخل القائمة اللي عايز انا اغير داخلها، اللي هي قائمة المحاضرات المصورة، تمام. هذه هي، انا عايز مين؟ ارجع له خلف، عايز مين؟ عايز عناصرها. بفوت داخل العناصر وببدأ اضيف مقالات، او ببدا اضيف عناصر جديده. الان العناصر هذه انتبه معايا من فضلك، العناصر ممكن تكون 1 من 4، اما تكون رابط داخلي وهي الرابط الداخليه المتاحه، او تكون رابط خارجي من اي مكان تاني سواء على مساحتك او من مكان تاني، او تكون فاصل بين القوائم او اسم مستعار. بيهمنا كثير الرابط الداخلي والرابط الخارجي. طيب الرابط الداخلي، في عندي المقالات، والمقالات مختلفه، يعني في انواع مختلفه منها. واحد، لائحة المقالات المؤرشفة، إذا عندك مقالات مؤرشفة في أرشيف ممكن تعرضها. في عندك نموذج عرض المقال، وهو بيعرض لك في هذه الحالة لو اخترت هذا الاختيار بيعرض لك في هذا العنصر مقال واحد فقط، زي من نحن، زي منهجنا، زي اتصل، زي مثلا فريق العمل للموقع، تمام، خبر واحد فقط بيضيف لك إياه في هذا المكان. أما نموذج إرسال المقال فبيعرض برضه خبر واحد، لكن يضيف داخله نموذج بيقدر من خلاله الزائر إنه يرسل هذا المقال إلى آخرين. المجموعة إنه أنت ممكن تخلي العنصر داخل القائمة
يعرض مجموعة من المقالات، يعرض مجموعة من المقالات الموجودة داخل مجموعة. احنا اتفقنا في عندي قسم وفي عندي مجموعات، فأنت ممكن تقول لو سمحت عرض لي المجموعة الفلانية لما أضغط على عنصر معين. هذا العنصر أخذناه، تمام؟ هذا زيه بالضبط مع زيادة إضافات معينة أنت ممكن تعلمها. تعال نشوف كيف أنا بدي أعرض مجموعة، نموذج عرض المجموعة كمدونة، كمدونة يعني هذول فيها مقالات جنب بعض بطريقة محددة. اكتب الاسم هنا، قل له مثلا أخبارنا، هذا الاسم وين بده يظهر؟ في أي قائمة؟ قائمة المحاضرات المصورة. بدك إياه أعلى ولا داخل؟ بدي إياه أعلى. أعلى يعني إيش اتفقنا؟ يعني هيجي هنا جنب من نحن، تمام؟ طيب بعدين إيش بدك؟ يقول لك منشور ولا لا؟ نعم منشور. الخيارات الأخرى شرحناها. تعال هنا على الشمال، هذا المهم، المجموعة عايز أي مجموعة اللي عرض لك إياها؟ عايز لو سمحت أخبار عربية لداخل الأخبار ولا محلية ولا التقارير؟ عايز أخبار محلية مثلا. المجموعة هذه كلها، الوصف تاع المجموعة لما عملنا وصف إظهار ولا إخفاء، صورة الوصف لو عندك صورة. الآن الافتتاحية واحد هيعرض لك إياها، خلينا زي ما هي. وتعال نشوف واحد بعدها أربعة على عمودين، يعني واحد اثنين اثنين وعدد الروابط أربعة. اعمل تطبيق الآن، وتعال نعمل هنا ريلود أو ريفريش للصفحة. هتلاقي جنبها نحن ظهر عندنا مين؟ أخبارنا. من نحن للتذكرة إيش ظهر فيها؟ خبر واحد فقط، صح؟ طيب تعالوا نشوف أخبارنا إيش ظهر فيها. انتبه معايا، أخبارنا حيظهر معاك فيها التالي، هاي أخبارنا، هذا الأخبار، وتحتيها في مين؟ تجربة المقالات في أخبار وما شابه، عمودين هاي المنطقة. يعني لو ضفنا خبر تاني حيظهر عندك هنا المقدمة، هنا خبر، وهنا خبر، وهنا خبر، وكمان تحتيه خبر، أربع أخبار. هذه اللي بنسميها إحنا كمدونة، بنسميها كمدونة. طيب هيك حفظ. تعال نختار الأمر، نشوف شكل تاني من أشكال إضافة المقالات. ممكن في بعض الأحيان واحد يقول لك أنا عايز والله المقالات اللي عندي كلها تكون زي لائحة، تمام؟ إيش يعني لائحة؟ يعني ورا بعض مقال واحد اثنين عناوينهم، واللي عايز مقالة بيعدي عليها. هذا الاسم من داخل المجموعة، نموذج عرض المجموعة كلائحة، وهذا بتطلع معك كإيش؟ كقوائم. تعال نشوف كده، هاي مثلا بدي أسميه أرشيف الأخبار. تمام، أو قائمة الأخبار، مش مشكلة طبعا الاسم زي ما احنا عارفين. تمام، هنا نفس الشيء، عايزها أعلى شيء ومنشور. طيب إلا أمين المجموعة، بدي مثلا مجموعة الأخبار العربية، تمام، بس من باب نحن في عندنا فيها كم خبر. عدد الروابط كم واحد عايز افتراضي يظهر؟ 10 ولا أكثر؟ هي 10. بدك العناوين جداول، يعني اسم الكاتب والعمود كذا إظهار، عمود التاريخ بدك إظهار ولا إخفاء؟ هي مثلا إظهار، تمام. وبعد كده هل بدك فلتر ولا بتكاش؟ يعني هل اسمح للزائر انه ممكن يعمل بحث داخل القائمة؟ هاي من هنا بعمل نعم. طيب تعال نعمل تطبيق، ونرجع نعمل كالعادة هنا، نروح على الصفحة الرئيسية ونشوف ايش صار معنا. صار معنا قائمة الاخبار. اضغط على قائمة الاخبار، ايش صار يظهر معك؟ عنوان المقال، التاريخ، الكاتب، الزيارات. هنا اصبح في عندك كل المقالات، هيعرض لك 10 مقالات، وممكن من هنا تغير وتزود عدد المقالات اللي انت عايزها. الفلترة ان انا ابحث، على سبيل المثال انا كاتب كلمة المصورة، هاي المصورة، ببحث عن خبر في كلمة المصورة، تمام. لما تكتب له اياه وتعمل انتر هيطلع لك فقط المقالة اللي فيها مين؟ كبحث، يعني هي عبارة عن عملية بحث في المقالات، تمام. هذه العنصر التالي. طيب نعمل حفظ ونطلع نشوف نوع اخر من العناصر اللي ممكن اضيفها داخل القائمة. من ضمن العناصر الأخرى داخل المقالات، لو عايز أعرض أنا الصفحة الرئيسية، تمام، لو عايز أعرض قسم، أنا راح أنا مجموعة عايز أعرض القسم كله، ممكن تعرض القسم كمدونة، ممكن تعرضه كلائحة. كلائحة هيظهر لك بس أسماء المجموعات، مش هيكون زي الفترة اللي تبعي. يعني اعمل هيك، نموذج عرض القسم كلائحة. بدي أظهر هنا مثلا أقسام الأخبار، تمام، برضو عايزه في الأعلى، ومنشور، تحديد القسم، أي قسم بدي؟ بدي مثلا الأخبار، الوصف بدك تعمل إظهار، لو أنت حاط وصف حيظهر، تمام. نموذج عرض لائحة لائحة المجموعة، قسم بدك مجموعة فارغة في القسم يظهرها ولا ما يظهرهاش؟ يظهرها، تمام. عدد مواد المجموعة قديش؟ يظهر لك إياهم ولا ما يظهرهمش؟ واضح. وصف المجموعة يظهر ولا لا؟
هاي الأمور تعملها، هاي تطبيق، تعال نشوف هنا إيش صار معانا. هنلاقي برضو نرجع للهوم، هنلاقي صار في عنا هنا أقسام الأخبار، حيظهر لك إياها كيف. هاي الأخبار، في عندك الأخبار المحلية وفي عندك الأخبار العربية. قلنا له اظهر، أظهر هنا، يعني أنا لو شلت أنا من هنا قلت له لا تظهر المواد، هي إخفاء عدد المواد وهي تطبيق. في هذه الحالة لو عملنا ريلود للصفحة تمام، حيظهر لك بس أخبار محلية وأخبار عربية، ولما تدوس عليها حيفوت فيها. طبعا لو كان في وصف، لو كاتب أنا وصف لكل قسم بيظهر لك الوصف أيضا تحتيها. واضح؟ أعتقد إنه الأمر هين الآن، حيصير علينا في تنفيذ كل ما نحتاجه. طيب الآن في كمان عناصر، تعال نضيف كمان عنصر نشوف إيش في عنا عناصر داخل المقال. خلاص هيك أعتقد هذه المجموعات وهي الأقسام خلصناها. طيب داخل المقالات أو الرابط الداخلي في عنا جهات اتصال، لو عايز تعمل قائمة جهات اتصال، عندك استطلاعات الرأي، لو عايز تعمل استطلاع للرأي، ولا عايز تعرض، عايز أعرض في هذا المكان استطلاع رأي، فبقول له نموذج عرض، ما عنديش غير نموذج عرض استطلاع الرأي. وهنا أنت لازم تختار نموذج عرض، إنه تختار استطلاع رأي موجود عندك مسبقا. فهنا مثلا استبيان، الاستبيان الشهري على سبيل المثال تمام. المفترض انت يكون في عندك مسبقا عامل واحد، ماشي، هنا بكون في واحد حنتعلمه في درس قادم، واختاره بالطريقة هذه وقول له انا عايز هذا هو اللي ايه اللي يظهر، واقول له تطبيق. تعال نعمل هيك، هتلاقي هنا في استبيان الشهري تمام، دوس عليه حيظهر عندك هذا ايه القائم. انت ممكن تحدد، ممكن تختار، طبعا هو هذا اكسباير يعني خلص وقته، لكن لو كان موجود ممكن الناس ايش تفتح عليه وتصور. طيب الامر التالي بعد كده، هي حفظ، انا مرتبط طبعا بالوقت. الامر التالي انا عايز اعمل كمان جديد، نشوف ايش في، ممكن احط عناصر في القائمة او في المقالات تبعتي. في عنا كمان المستخدمين، ممكن تعمل عملية البحث، لو تعمل قائمة مثلا بحث او خيار بحث تمام. هاي البحث بقول لك انت عايز استخدام اماكن البحث، نعم ولا لا، اظهار. طيب هاي مثلا البحث، ابحث معنا وين عايزها تظهر، ومنشور، مش اي مشاكل. وهاي بدنا نظهر الاماكن تبعته، وهي حفظ. تعال شوف هيك، وقول له بدنا نروح على الصفحة الرئيسية من فضلك، عشان نعمل كريفريش. هاي ابحث معنا، تدوس عليها بديك صفحة البحث المتقدم في الموقع، عايز تبحث في كل الكلمات، تبحث في أماكن معينة، الأحدث، الأقدم، وما شابه. أعتقد الأمور أصبحت الآن واضحة عزيزي الطالب، أخت الطالبة، الأمر أصبح واضح بالنسبة للجميع. الأمور أخرى بإمكانك أنت تتفاعل معها، رابط خارجي لو عايز تجيب رابط من خارج الموقع، أو من خارج موقع جملة فقط، يعني ممكن من داخل استضافتي زي منتدى، زي مركز تحميل تمام، وما شابه ذلك، او مدونات او ما شابه ذلك. يعني ممكن انا اقول هنا كختام مثلا موقع محمود مثلا الفرة تمام، او استاذ محمود الفرة اللي هو موقع المادة او المساق، بكتب هنا وبحط الرابط بهذه المنطقة، هي HTTP تمام، اسم الموقع، بدك اياها صورة القائمة ولا بالكاش، هاي تطبيق. الان لو رحنا على الصفحة الرئيسية هنلاقي صار في عندنا هنا تمام، طبعا انه القائمة هذه لا تسمح الا باي كم عنصر، 6 تقريبا، فبيطلع المنظر زي ما شفت. لكن احنا كتجربة بنجرب الان ايش في عندنا عناصر موجودة. لما ندوس على موقع استاذ محمود الفار ظهر معانا الموقع زي ما انت شايف بهذه الصورة. اذا الى هذا الحين نقف، واياكم في المحاضرات القادمة ان شاء الله سنتعلم على امور جديدة مثل انشاء استطلاعات الرأي والتعامل مع الموديولات وترتيبها. إلى ذلك الحين، محمود رفيق الفرة يستودعكم في أمان الله.